بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ندوة حول تطور حقوق المرأة في مصر، ندوة تهدف من عقدها وفق لما أكده مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى استعراض تطور أوضاع حقوق المرأة خلال الفترة الأخيرة، وتأتي على هامش مشاركة وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتورة مايا مرسي في أعمال لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة التي من المقرر أن تناقش تقرير مصر الدورية. وتم خلال الندوة عرض فيلم تسجيلي حول تطور حقوق المرأة المصرية على مدار 100 عام وما تحقق من إنجازات في هذا الشأن على مدار الحقب المتتالية. وأشار مندوب مصر إلى أن المرأة المصرية كانت الأكثر تأثراً بالتطورات والاضطرابات العديدة التي واجهتها مصر خلال المرحلة الماضية، موضحاً أنه بعد فترة وجيزة كانت فيها حقوق المرأة على المحك، تمكنت المرأة المصرية من تحقيق العديد من النجاحات بدعم ورعاية مباشرة من القيادة السياسية والحكومة المصرية التي التزمت بترسيخ دور المرأة كشريك لا غنى عنه في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الجمهورية الجديدة. فمصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. فتلك الندوة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات الدورية التي تنظمها البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف لإبراز الجوانب المختلفة لجهود الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر في إطار رؤية وطنية ترتكز على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن المصري باعتباره محور العملية التنموية وصولاً لبناء الدولة المدنية الحديثة التي تليق بمصر والمصريين.